ولنقاش ملف تطورات المشهد العسكري والسياسي في سوريا ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة الريحانية التركية الخبير العسكري السوري أديب العليوي. أهلا بكم سيد أديب. أهلا وسهلا بكم، تحية لكم وتحية للمشاهدين. مع تجدد قصف قوات النظام على المدنيين في إدلب والأمر الذي خلف 7 قتلى بأريحة وقرية كفرية، برأيكم كيف يفسر إصرار النظام على استهداف المدنيين رغم كل الاتفاقيات التي عقدت في تلك المنطقة لحماية المدنيين؟ مساء الخير، يعني دعيني أؤكد على نقطة أن يعني النظام لا يستطيع أن يطلق طلقة واحدة إلا بضوء أخضر روسي، كون روسيا تقوم بالاحتلال الحقيقي يعني لسوريا، وهي صاحبة القرار في الحرب والسلم وفي كل المفاصل، وهي سيطرت على الاقتصاد وعلى السياسة وعلى العسكرة. وبالتالي أنا أقول أن كل هذه التحركات هي تحركات روسية لجر تركيا إلى، دعيني أقول أنها تحاول جر تركيا إلى طاولة مفاوضات جديدة. بدأ الموضوع منذ يعني شهر سبتمبر الماضي، منذ حوالي الشهر ونصف، عندما جاء الوفد الروسي إلى أنقرة للتفاوض مع الوفد العسكري التركي حول الانسحاب من بعض النقاط. رفضت تركيا الانسحاب من هذه النقاط التي هي مورك وشيرمغار وغيرها، فطلبت الوفد الروسي طلب تخفيف الاعتاد الثقيل الموجود في المنطقة وتخفيف من العناصر ومن العدة والعتاد في تلك المنطقة. أيضا رفضت تركيا ذلك، مما أدى إلى انسحاب الوفد الروسي. بعد الانسحاب الحقيقة أصبح هناك ضغوطات جديدة على نقاط المراقبة. بدء الضغوطات جاء من خلال قطع الطرقات على هذه نقاط الإمداد، و يعني بدأت روسيا يعني تحشد، وجاءت بالعديد من العناصر، الميليشيات الشيعية من المنطقة الشرقية باتجاه جبهات محافظة إدلب، مما أدى بعد قطع النقاط إلى الحرج التركي، إما أن تجر تركيا مع الجيش الحر المتواجد في المنطقة باتجاه معركة، وتكون نقاط المراقبة ستكون نقاط المراقبة هي رهينة لدى قوات النظام والميليشيات الروسية والميليشيات الإيرانية المتواجدة في المنطقة. وبالتالي كان لزاما على تركيا أن تسحب هذه النقاط، ولكن أدى هذا الانسحاب إلى، دعيني أقول، إلى فشل أسيتانا وفشل سوتشي أيضا، بمعنى أن هذه النقاط التي اتفق عليها دوليا والتي هي بعلم الولايات المتحدة الأمريكية والدول الفاعلة إضافة إلى مجلس الأمن، هذا يعني أن هناك فشل في التفاهم التركي الروسي. سحب النقاط، يعني دعيني أؤكد على نقطة في منتهى الأهمية، سحب النقاط ووضعها في منطقة موقفين وفي كان صفرة، هذا يعني بأن القوات والعناصر الجيش التركي أصبحت في مواجهة جيش النظام والميليشيات الإيرانية المتواجدة في المنطقة. بمعنى آخر أن أي تحرك جديد سيكون، سيكون هناك رد من قبل الجيش التركي، وهو مواجهة للجيش التركي مباشرة. يعني بمعنى آخر أصبحت يعني الثوار المتواجدين والفصائل العسكرية هي في الصف الثاني. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن روسيا بدأت يعني الحقيقة تزيد من 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 الضغط وتزيد من القصف، مما أدى إلى يعني قصفت من مطار حميمين باتجاه جرابلس وقتلت أكثر من 10 عناصر، وهذا رسالة كبيرة كانت إلى تركيا بمعنى توسيع الجبهات، في هذا السياق، في هذا السياق أستاذ أديب بالحديث. لكن النقطة الأخيرة فقط، دعيني أؤكد على النقطة الأخيرة، الرسالة الخشنة الأخيرة كانت هي في قصف فيلق الشام وهو الموجود على الحدود التركية، إضافة إلى ذلك أن فيلق الشام هو محسوب على تركيا حقيقة، وهو العنصر الأساسي في 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 أسيتانا، هذا الذي قتل أسيتانا الحقيقة وقتل التفاوض يعني الحقيقة. في ظل هذا التصعيد العسكري، اسمح لي سيد أديب، إلى أي مدى تعد هذه المبررات التي يسوقها النظام ومعه الحليفين الروسي والإيراني في قصف المدنيين تعد مبررات مقنعة للمجتمع الدولي؟
عن أي مبررات إذا كانوا يقصفون المشافي والمدارس ويقتلون الأطفال. اليوم القصف الذي حصل اليوم قتل أكثر من 6 نساء طبعا في أريحة وفي أكفرية وفي ريف إدلب، قتل أكثر من 6 نساء وحوالي 10 أطفال فقط، حصيلة الأطفال والنساء دعيني أقول. وبالتالي قصف الأطفال هل له مبرر مهما كانت المبررات التي يسوقها النظام الروسي أو نظام بشار أسد المجرم؟ حقيقة لا مبرر لقتل الأطفال. كيف يفسر إذن تقاعس المجتمع الدولي حيال كل هذه الخروقات؟ يا سيدتي، المجتمع الدولي الآن ينشغل في الانتخابات الأمريكية، والمجتمع الدولي حتى في الأيام الخوالي لم يلتفت إلى قتل أطفالنا منذ 10 سنوات. وبالتالي أنا أقول المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة الحقيقة كذبة كبيرة، يعني خدعنا بها لسنوات عديدة، ولا أعتقد أن هناك في المجتمع الدولي يعني كذبة أكبر من الديمقراطية، وكذبة أكبر من حقوق الإنسان وحقوق الأطفال وإلى ما هنالك. وبالتالي أنا أقول المجتمع الدولي صامت، لأنه يلتزم في 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 أمور أخرى سورية تباع وتشرى من قبل المجتمع الدولي، وهم جزء من المؤامرة. يعني دعيني أقول أن سوريا تعاني الآن من احتلال مركب. الولايات المتحدة الأمريكية تحتل جزء من سوريا، وروسيا تحتل جزء من سوريا، وإيران تحتل جزء من سوريا. وبالتالي أنا أقول سوريا تعاني من احتلال مركب، لذلك المجتمع الدولي يتقاسم سوريا بطريقة أو بأخرى. شكرا جزيلا لكم الخبير العسكري السوري أديب العليبي، حدثنا عبر الهاتف من مدينة الريحانية التركية.